السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسد الأفريقي كلنا عارفينه وبنحبه أكيد. الأسد واحد من أجمل وأقوى الحيوانات. طب إيه اللي هيحصل للتقدم مع السميرودون؟ يلا بينا نبدأ في مقارنة. أولا هنبدأ نتكلم عن حيوان الأسد. مين فينا ما يعرفش الأسد وما بيحبش الأسد؟ ده الأسد ده حيوان جميل جدا، حتى هو الملك حتى لو ما كانش أضخم السنوريات. أضف إلى ذلك إن هو بقى بحجمه ضخم، ايه فايدة الحجم؟ ان هو بيقوي ضربة الكف وبيخوف الخصم بسبب الحجم الكبير بتاعه، زائد بقى ان الاسد لبدته بتديله حجم اكبر، فده بيبان له هيبة. اللب ده بيبان له هيبة كده. ووزن الاسد بيوصل حوالي 250 كيلو جرام كأكبر اسد افريقي. مش بقول الاسد الاطلس، الاسد الاطلس جيناته موجودة في اسود تانية في العصر. لما تيجي بقى لنمر السميلدون، فهو واحد من السيفيات المنقرضة وشبه النمور جدا، ولكن الأسنان دي مش بتميزه بحاجة، لأن هو صعب إن هو يقتل الفرس بأسنانه. ولكن رغم إن أسنانه هشة إلا إنه بيمتلك عضلات رقبة قوية جدا. ده شكل هيكله العظمي. فبكل تأكيد السميلدون حيوان كان قوي جدا، وحجمه بيوازي حجم النمر السيبيري اللي هو 350 كيلو جرام. وكان حيوان قوي جدا وصياد ماهر، وكان بيشفي جماعات زي الأسود، يعني مجموعة مكونة من 5 أو 6 سميلدون يقدروا يصطادوا الناموس العملاق. طب ما تيجي بقى المقارنة، فأول نقطة معانا هي الحجم والوزن. الأسد حجمه ضخم ويصل لحوالي 250 كيلو جرام. وعايز أقول لك بقى معلومة، سائر الأسد مرعب. أما وزن السميلدون فهو وزن النمر السيبيري 350 كيلو جرام. ويلا بينا للنقطة الجاية، قوة العضة. فقوة عضة السميلدون تلت قوة عضة الأسد، يعني عضة الأسد 3 أضعاف قوة عضة. لو جيت للبنية فهتلاقي بنية الأسد أقل من قوة بنية السميلدون، فالسميلدون هيتفوق في البنية العضلية. ويلا للنقطة القادمة، النقطة ديت بقى هي السرعة. وسرعة الأسد 80 كيلومتر في الساعة، والسرعة دي كبيرة وكويسة جدا وهتساعده في الصيد. أما سرعة السميلدون فهي أقل من كده، فعشان كده هتوصل ل50 او 55. فبكل تأكيد الأسد هيتفوق في السرعة، ودي أما هتكون ميزة كبيرة بالنسبة جدا. لنقطة الذكاء فهي تعادل ما بين الاتنين، هي وقوة التعاون، لأنهم هما الاتنين بيعيشوا في جماعات. فيلا بقى بينا للنهاية والملخص. هيفوز الأسد بنسبة 43% مقابل 57% للسميلودون. عشان يفوز السميلودون بالمباراة ويكون أقوى من الأسد، وهيكون الفائز الوحيد عليه هو النمر السيبيري. شكرا، سلام. كان معاكم قناة أسرار عالم الحيوان، القناة الأولى في المقارنات العالمية. شكرا، سلام.